مرحبا، معكم خبيرة التجميل فاطمة الدوسري من البحرين. اليوم حصل لي الشرف ان انا احط الميك اب للفنانة لمياء طارق. حبيب. طبعا انتظرها مدة طويلة لما سويت لها اللوك. سنتين. فاللوك اليوم عبارة عن شنو؟ لوك شتوي، بما ان الحين فصل شتاء. فركزت اكثر شيء على الكونتور. دائما الاحظ فيك ان يسوون لك الكونتور، يبرزون خدودك. انا هالمرة سويت لها كونتور ان انا ضعف خدها، ما اعتمدت على هايلايت ابدا، لان اذا لك شتوي ما افضل تستخدمون وايد هايلايت. كلش ادودكم تحطون شيء بسيط، بس بالنسبه لها هي سويت لها كل شيء مات في مات. الرموش شنو؟ الرموش هم رقم 7 من مجموعتي الخاصه، مفرقين هذول اللي يناسبون عينها. والروج لو تلاحظون الروج احنا شوي تجرأنا، هي دائما تحط درجات فاتحه صح. فهالمره حطيت لها لون العنابي او خلينا نقول البنفسجي الغامج، هذه وايد راح يناسب اللوك اللي انا سويته ومتناسق ايضا مع الشادو. حبيبتي تسلم ايدك. وعدساتي هي لارين مودر جراي. مريحين ولا مو مريحين؟ وايد مريحين. وتابعونا على بوتيكات تي في وراح تشوفون احلى توتوريال على الفنانه لمياء طارق. حبيبتي تسلم ايدك. الله يسلمك.